الهجة يصبر معنا واحد الدقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة طنجة، واللي اهتزت للأسف الشديد عليها مدينة طنجة بعد انتحار شابة في مقتبل العمر. كانت مجوجة على حساب صريح ديال العائلة ديالها والأسرة ديالها بأن وقع خلاف مع الزوج ديالها، تصريحات صادمة. وهذا نداء أنكم تبارطاجيوه على أوسع نطاق، بغينا الصوت هاد الناس هذا ديالنا، هاد الناس هادو عفوا يوصل الجهات المسؤولة. ازيك اخويا الحبيب اللي خليت اخويا الحبيب الاخت ديالي، كانت مجوجه في طنجه هنايا، السيد ديالها كان كيخونها ما معاه ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما سته، جالس بغا دير معاها الحل، طلبات منه الطلاق ما بغاش يطلقها، ديكلارات به النوبه الاولى، مشى جاب الناس بقاو تيغبوا كيزاوقوا تيقولوا الله يرحم الوالدين كذا هادي، مشات خصي دارت له تنازل ودار لها التزام ودار لها تعهد وقال لها النهار اللي تحصلي عليا الفالطه انا كنلتزم بالست المليون نعطيها لك ونعطيك الفراش ديالك. مؤخرا كتوصل بمكالمه هاتفيه من 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 الصديقه ديالو من العشيقه ديالو، جالسه معاه في الدار بانني انا جالسه انا راني جالسه مع الراجل ديالك في بيت النعاس ديالك، طلعي تشوفي. ملي كطلع كتهرب اختو المسمى نجات كحواج وخالد راجل الزوج ديالها اللي كيتواجدوا في السكن الثاني الطبق الثاني، لي لهذا السبب هو ما داو مع هذا الشيء هذا، حيت هو هذا السيد هذا هاد عرفك حوش الزوج الاخت ديالي عاطيهم السكنه. شكون الاخت ديالي؟ عندها ولد واحد سميتو جاد، عنده عامين دابا، وهاد اختو هادي وهاد راجل خصو هربوه من السطح للسطح، وكيدخل عند واحد الجاره بقوه المفافيه، كيدخل عند واحد الجاره تيصدق داخل عليها حتى للطواليط وبالشهود ديالها. ومني مشيت تقصد رجال الامن، رجال الامن ما داروش بها الاعتبار، جابوه طلقوه في حال صراح كان شيئا لم يكن. وعنده الخيانه وعندي تسجيلات كتثبت هاد الشيء هذا، وعندي فيديوهات كتثبت هاد الشيء هذا، ولا كانت مغير هاد انا كنتحمل المسؤوليه الكامله. السلام عليكم الوالدين، يرحمكم الوالدين. ما كان عنده كانوا مصالحين، ولكن هو صنع ليها، بقاو كيهضروا واحد شويه، عبد الله غدلي صونات عليه واحد، صونات عليه واحد البنت، قالت لها انا قصرت في دارك بيت النعاس ديالك كي داير وهكي داير، المهم داكشي راه عندها في التليفون اللي داو المخزن، حيت المخزن لقاو التليفون حدا راسها منين ماتت. عندها 22 عام. 22 عام باقا صغيره، صغيره. لقاو التليفون راه داوه، فيه تسجيلات ديال البنت اللي هضرات معاها وان خلصها ب 10000 ريال وبيتها معاها تما، وعندي فيديوهات في التليفون ان هز عليها شفره والدار كلها مهرسه بالشراب وكلشي، يعني لان دابزو كان كيشرف في قلب الدار. داز هذا الشيء عاود نهار الاثنين طلعت لقاتو دقات بدا في الباب، لان هي عندها سوارد الباب حلات، لقاتو ضاربين الزكروم ديال السفلي، منين بقات كدق الجيران كاملين كيقولوا حلوا لها الباب، تهربات اختو من السطح للسطح هو والبنت، وعاد هبطت حلتها اختو الباب. يعني حصلوه من بشهود الناس تما، وتبعوه ولاد الحومه باش يضربوه، وهرب من السطح للسطح. هذا الشيء انا كنقوله، وكنقول له يا خذ الحق، خلى ذاك الولد يتيم. المعامله ما كيطلع، ملي كتطلع للدار كيقول لها سيري في حالك. مير انا كطال باش يجيب البنات ويقصر بهم، حيت كيشرب حيت كيشرب. انا عندي فيديوهات في التليفون ان كيجيب البنات للدار والشراب عنده في قلب داره وكل شيء كيشرب ديما، ماشي هاد اول مره. عيات صابره له ما صدقتلهاش، واش البنت اللي قالت لها ديك الهضره الله اعلم ما عرفت شنو وقع لهم، ما تقبلاتهاش ما تقبلاتهاش، صونات عليا انا مع ديك الثمانيه ولا المهم ماشي الثمانيه، قالت لي ها عرف على راجلها، قالت لي ها هو جا هو وراجل هو وخالد على راجل اختو، قالت لي ها هما جاو قطعت عليا التليفون، قلت انا صافي ماشي مشكل راهم في الدار. شويه صونات عليا لوسه قالت لي ريحاب ماتت. شنو قالت لك من قالت لك ريحاب ماتت؟ شنو قلت لي لا ما لقيت ما نقول ديك الساعه لبست جلابتي وخرجت كنغوت في الزنقه ركبت وجيت. قالت لي جيفت راسها. لا هي نبلوله نوسه من طلت ما شافتهاش باش مات، قالت لي الباب مسدوده يعني ما شافتهاش، قالت لي هرسنا الجاجه وكيبان لي غير التليفون ديالها محطوط، قالت لي ما كيبان ما كتبانليش هي، حتى جاو رجال الامن عاد هما اللي فرعوا الباب. ولكن ما بقيت عارفه مازال ما عرفت شنو عندها، ما عرفت حتى حاجه، حيت بويس ما قالوا لي حتى حاجه.
هاد الهضره قالتها لي لوسه، قالت لي مجي فراسه، اما انا مازال ما شفتهاش هي، انا عاد داخله نشوفها وما ما قالوليش رجال الامن، ما قالولي حتى حاجه باش ماتت، ما قالولي حتى حاجه. ترزيتي في بنتك المهم؟ ترزيتها وليدي، وترزى فيها ولدها اكثر، ترزى ولدها فيها اكثر، عنده عامين ونص، خلت لي الولد يتيم عندي. خلت لي ولدها. شنو الرساله ديالك للمسؤولين؟ ناخذ حق بنتي، وإلا ما خديتوش انا ناخذه في ديك الدار. بغيت غير حق بنتي، لانك مرارا كيجيب البنات للدار وشكات 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 وشكات، وحتى واحد ما استمع لها، حتى واحد، عيات تشكي وعيات صابره. الله يسهل عليك. حنا استاذ عندنا غير ديك الاخت هي اللي فاصمان، ودمرنا فيها وتسزينا فيها، واللي تيقول لك شي حاجه بلا دليل، هاد الدليل. هذا الفيديو هذا راه مهز كامل، هذا الفيديو هذا راه مهز كامل، وبالشعاب ديالو وبالجنوي وبالدير رفقه بالدار وشفراها الزاعيه. ما نقولوش شي حاجه عشوائيه ولا ما كايناش. دوز اسمها 5 سنين هانز هالفيديو 5 سنين. هاد التصاور عندنا مضاوبه، عندنا التصاور مضاوبه، حنا كنطالبوا بالقضاء ياخذ الحمنا، ياخذ لنا حقنا، ياخذ لنا حقنا وياخذ لنا حقنا. باش نديو الاخت ديالنا، باش نديو الاخت ديالنا ندفنوها. ندفنوها فاس ياك؟ فاس ان شاء الله. حدايا غندفنها. بالحق ديالنا وربي وربي نصفنا والقانون ينصفنا. ما 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 خداوش من بعين العصيب، القانون ما خدناش، ما خدناش حقنا. جابوه قالوا لي مسكين، جابوه جلسوا حداه، جا الشرطه قلت لهم هذا السيد هذا هو السبب دختي، قالوا لي مسكين. من تحت هي واش هو كان تما حاضر ولا ما سمعتكش؟ من تحت الوقت ديالك واش هو كان حاضر تما؟ كان حاضر تما، كاين تيسمح فيها ومشى. يعني خلاها ينتحر. خلاها ينتحر بالضب، عندي تصاور فيهم بالضب. وختو علاش كتهربوا؟ حيت عطيها ساكنه فابور، الثانيه عطيها لها ساكنه فيها فابور، هي وبناتها، وبيناتهم فهمتي شي مفاهم معاشي. وهاد البنت هادي كانت يعني واخا مجوجه، كانت يعني انا عندي عمليه، كانت ما كدوزنيش، ما كدوش الام ديالها، ما كدو حنينه فينا، هي منا، هي بانا، هي كلش. هذا النهار دابا يعني عندنا كلشي بدلائل، عندي صوتو هي اللي كانت هزانا، هي اللي كانت كلشي. دابا بقى لها ولد عنده عامين، شكون اللي غيهزو لها؟ هزيتها في العمه هي وفرحان بها، وانا نزا وكنكفنها، وانا نزا القبو ندفنها. كثر من هذا الشيء. النهار اللي ضربها ودارت الشوايط طيب. انتهاش ليها. هاد الضابط اجليها. عندي عندها تنازلات ديالو، عندها التزامات تديهم لها. التزام ديالو الا ما يكونوش داوهم لها من الدار، حيت انا خليتهم في الدار، خليتهم طلعتهم معاها. يعني هاد السيد هذا ما فهمتي، كيتعنى بالفلوس، كيتعنى بالسلطات، عندي تسجيلات كيك باللسان ديالو تيقول انني كنخون، انه كيخونها. ها هو مشي عليها لديها. يعني هادشي هذا المخزن ما خداش بعين العصيبه، ما بغاش يشوفو من عندنا. داكشي اللي كنطلب، انا كنطالب بالمسؤولين يشوفوا من حال هاد المهمه هادي. كانت المعيله ديالها، وكانت المعيله ديال واحد الاخ حمق كيتعالج في الامراض النفسانيه. الاب ما كاينش، الاب ما كاينش، عندها وحده مطلقه، عندها 17 سنه. بغيت حق اختي وحق ولد اختي ما يضيعش، بغيت هاد السيد هذا ياخذ الجزاء ديالو، لان الا كان هاد الشيء كما كيقولوا انه نصيحه، نصيحه بالسبب ديالو. هاد الشيء الا كان في حاله ما نصيحه، بالسبب ديالو، بسبب الخيانه اللي خانها، بسبب الضرب اللي وصلها ليه، بسبب العنف اللي عنفها، وديك لاص به وديك لاص به وديك لاص به، ومشات معاه الكوميساري قبل ما تنصح بنها، وما قالوا لها سيدي سير 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 قضاء الاسره. يعني هاد السيده هادي فين تصد؟ شوف الحمد لله القانون فوق الجميع. الحاجه شنو الرساله ديالك الحاجه للمسؤولين؟ بغيت حق بنتي يا ولدي، بغيت حق بنتي، ماشي بالفلوس، لا بغيت حق بنتي. هادي ما خديتوش هنا تاخذو في ديك الدار هي، وحق ولدها حيت خلاته يتيم. بغينا ما كنهضرش على الفلوس ولا شي حاجه، هكا بغيت حق بنتي. لا فلوس لا شي حاجه، انا بغيت والو، بغيت حق بنتي يبان. شكون اللي ضربها وشكون اللي كان السبب في موتها؟ شكون اللي ضربها وشكون اللي كان السبب في موتها؟ شكون السبب في موتها؟ علاش ماتت بنتي؟ عندها 22 عام مازال ما دارت والو. ترجعتي بها باقا صغيره؟ مازال صغيره، وخلات لي الولد مازال صغير. كي غندير له؟ كي غندير له وليدي؟ كل حاله على قد الحال.
كي غندير له؟ انا ما بغيتش الفلوس، انا باغيه حقها يبان. شكون سكن السبب وشكون ضربها وشكون اللي حدا؟ بغيت حق بنتي يبان. هادشي اللي كان ما يمكنش واحد عندها 22 سنه غادي فلوس، بغيت حق بنتي يبان. بغيت حق بنتي يبان. كاين اسباب، حنا هاد السبب وين المخزن استاذ؟ ما بغاش ولد هاد الشيء. وين عينا ما نهضروا مع رجال الامن، ما مستوعبوش، رفضوه. كنطالب بالحق ديال الاخت ديالي، كنطالب ان هاد الناس يديروا بحث، يديروا تحقيق مع هاد السيد، يتسنتوا الفوكالات، يتسنتوا الفيديوهات، عندنا داك الشيء بالادله والبراهين. جابوه ضربوه شي شويه، ضربوه شي شويه، قلاص وخا هو مشى بحاله، ما عرفناش واش عطى الفلوس او لا او لا او لا او لا. عطاوه شي ثلاثه طرشات ولا اربعه ومشى بحاله. حتى اللي من دخلت لعندهم كنقول لهم هاد السيد هذا يتسمني مخسي، هزيتها في العماريه وكنبكي ونولي نهزها على المحمل ونديها ندفنها وانا كنبكي. شنو غديروا معاه؟ قال لي قالوا لي ياخذ مجراه، حتى هو مسكين الله يحسن العوان. كنطالب بحق خصي بالقانون، بالقانون. شكون كان السبب؟ شكون اللي قتلها؟ شكون اللي كان السبب في موتها؟ شكون السبب في موتها؟ شكون اللي ضربها؟ شكون اللي عنفها؟ الله يرحم الوالدين والاستاذ، الله يسهل عليهم.